فنتعرف على طريقة وكيفية إيجاد هناك خطأ مائي للمحاولة على تطبيقكم. بيس بانت إكس، نقوم بالضغط هنا على طبق الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، إن ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إبيس بانت إكس، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق إبيس بانت إكس، سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم إبيس بانت.